أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته عدنا بفضل الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبي في الله ومع هذا الموقف تكون هذه الحواس كلها مفقودة عمي وبكم وصم هذا الكلام عن أهل النار أو الكفار ولا حول ولا قوة إلا بالله يقسم جماعات يقول الله عز وجل
وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. وسيق الذين كفروا، سيق السوق هو أن يجعل الإنسان المسوق أمامه ماشيا أمامه ويسوق ويدفعه، كقطعان الماشية من الذل والهوان. سيق والسوق بخلاف القود، القود أنك تقود الحاجة ماشيا أمامها، أما السوق ماشي وراها، قمة في الإذلال، قمة في المهانة. نعم أحبتي في الله، أما في شأن المؤمنين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة، هذا السوق المراد سوق مراكبهم، وهذا إمعان في الإكرام والتشريف والتعظيم لهم. نعم أحبتي، فيساقون كقطعان المشي زمرا، يعني مجموعات كما قلت لحضراتكم، يعني كل مجموعة حسب درجة كفرها. المجموعة دي في الكفر سواء يبقوا مع بعضهم، الأقل شوية يبقى مع بعضهم، وهكذا. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، كل هذا كما قلت لحضراتكم عمي بكم صم. طيب، وعلى وجوههم، سبحان الله العظيم، على وجوههم. كان بعض الناس كالإمام أبي حامد الغزالي كان يقول إحنا يعني لو سمعنا أو المعلوم أن الحية تمشي على بطنها، لو أننا لم نرى الحية ثم علمنا وسمعنا عن مخلوق بهذا الوصف يمشي على بطنه لاستغربنا ذلك، قلنا مستحيل في حاجة تمشي على بطنها، ولا يعني استغربنا من هذا الأمر. فإحنا ما